تشير الأسواق الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى افتتاحية منخفضة على الرغم من البيانات المحلية القوية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع بنسبة 0.5% في شهر مايو الماضي، كما ارتفعت أسعار الواردات 1.4% وهو أكبر مكسب لها في أكثر من 4 سنوات، في حين قفزت أسعار الصادرات بنسبة 1.1% في شهر مايو الماضي. أما سوق العملات فيواجه الدولار تحركات مختلطة، الدولار أمام اليورو أقل بنسبة 0.46% عند 1.1236، الدولار أمام الجنيه أقل بنسبة 0.32% عند 1.4167، الين أمام الدولار أقل بنسبة 0.19% عند 105.96. أما الين الياباني أمام اليورو والذي سنركز عليه اليوم، فإن الزوج محصور بخط الاتجاه الهبوطي، مؤشر القوة النسبية يظهر زخم هبوط، مواقع قصيرة تحت 120.45 مع أهداف سفلى عند 118 و117.4. أما المعادن الثمينة فلا تزال إيجابية، حيث الذهب شكل قاعدة دعم حول 1272 والتي ينبغي من الحد من إمكانية الهبوط. متوسط 50 ساعة المتحرك يحافظ على الميل السعودي، ومواقع طويلة فوق 1272 مع أهداف عليا عند 1293 و1303 في الامتداد. أما الفضة فهي أقل بنسبة 0.25% عند 17.40 للأونصة. Trading Central Web TV، لويا الأكواع.